هذا وقد بعث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي برقية تهنئة إلى قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. وأعرب مدبولي خلالها لقداسته ولجميع المواطنين الأقباط عن أخلص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بهذه المناسبة، كما عبر رئيس الوزراء في برقيته عن تمنياته بالمناسبة لقداسته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى وطننا العزيز وشعب مصر العظيم بالخير واليمن والسلام.